خلونا دلوقتي بس الاول نتعرف على اخبار المرور ونستعرض مع حضراتكم الجوله المروريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي. خلونا نبدأ مع بعض من ميدان عبد المنعم رياض بالقاهرة واللي بيشهد وجود كثافات نسبية في الشوارع متفرقة وفي شوارع تانية، وهنلاقي في سيولة مرورية على طريق الكورنيش، وهنلاقي كثافة نسبية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية البسيطة. كمان هنشوف في مناطق كورنيش النيل ازدحام في وسط في متوسط في اتجاه المؤدي من مناطق المانيال والملك صالح، أما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فهيشهد ازدحام نسبي. نروح بقى لكوبري أكتوبر، فهناك هنلاقي كثافات مرورية متحركة وبتفضل مستمرة لحد العباسية، وهنفضل مع بعض ماشيين لحد العباسية وهنلاقي في سيولة مرورية هناك. لو رحنا المحور النصر فهنلاقي في كثافات مرورية بسيطة وصولا للمنصة. من محافظة الجيزة بقى نبدأ من الطريق الدائري، ففي بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، وكمان بدأت تكون في كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، وهيفضل للمتجه للمهندسين أو يفضل للمتجه للمهندسين أنه ياخد محور المهندس شريف إسماعيل ومنه لعرابي حتى سفينكس، وبكده هيتلاشى أي كثافات مرورية. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية، وهنلاقي بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. نروح لطريق المريوطية الدائري واللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة، وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية، كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي، كمان بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق وإمبابة. وبالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح بقى لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظة او محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الاقليمي فبيفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر عشان ما فيش اي كثافات منه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. واللي جاي من الزراعي فبتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة طبعا متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر في الطريق لمنع ظهور زحام مروري. هنكمل جولتنا المرورية مع محافظة بورسعيد واللي بنشوف فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر واللي بيشهد كثافات نسبية قليلة وهتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر واللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية من طرح البحر، و هنروح بقى لشارع الجمهورية واللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. دي كانت جولة مرورية، خلونا بقى نشوف مع بعض كده جولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة، رطب ليلا. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 32 درجة، وأقل درجة في مطروح 29 درجة، أيضا أسوان العظمى فيها 38 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.